برعاية جامعة الأعمال والتكنولوجيا دشنت جمعية الثقافة والفنون ملتقى الموسيقى، حيث تضمن معرض همس الحديد وغيرها من الفعاليات الأخرى. الزميل محمد بن مشور أخذ عدسة يا هلا وعاد لنا بهذا التقرير. دشنت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة ملتقى الموسيقى الأول برعاية جامعة الأعمال والتكنولوجيا، وقد شهد الملتقى افتتاح معرض همس الحديد الذي ضم أكثر من 42 عمل فني عبارة عن مجسمات للآلات الموسيقية وأعمال فنية لرواد الحركة الفنية السعودية. ملتقى الموسيقى كان حلم متحقق بدعم ورعاية جامعة الأعمال، يقام هذا الملتقى الأول في جمعية الثقافة والفنون. وبلا شك الموسيقى لغة عالمية، لغة رفيعة جدا، هي جسر التواصل ما بين الإنسانية والبشرية على مستوى العالم. ملتقى الموسيقى السعودية الذي تتبناه جمعية الفنون بمدينة جدة برئاسة الأخ محمد آل صبيح بالتعاون وبرعاية جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، يؤكد بأن مؤسسة تعليمية تدعم كل عمل ثقافي هادف إلى نشر ثقافة الفن في المملكة ذات التاريخ العريق. الملتقى الأول للموسيقى يحتوي على معارض مرتبطة بالآلات الموسيقية مثل ما شفتوا، يحتوي على عزف من خلال فرق موسيقية راح تكون متواجدة، يحتوي على تكريم لرموز فنية من اللي موجودين على قيد الحياة أو من الرموز اللي رحلوا. هذا المجهود مجهود رائع ومميز ويحسب لجمعية الثقافة والفنون. الملتقى يتضمن بجانب المعرض إقامة ندوات وليالي موسيقية يقدمها نخبة من الفنانين والمثقفين عن الأغنية السعودية ورموزها، كما شهد الملتقى تكريم نخبة من الرموز الذين صنعوا الموسيقى السعودية. لبرنامجي أهل محمد بن مشهور جدة.